نقطة العرس القديم إليسا الحاكمة اثنان. نشأت السالة الثانية من الفراعنة هولمرسي يا أنخال للعام 2890 إلى 2700 قبل الميلاد، وجزءا من إليراسة الأول للعرس القديم يا أنألول يا الفرعي يا أنالنوع. وليوجد نفصلنا واضحا بوالثاني نقطة تشي بعض وإلدلتنا إلى أنه خالنا هذه نتر الفي تم تحقيق السالم بياء صعيد المرس والوجه البحرين فاصلة كما يتضحن مننا اسم ملكها أأليول هيتي بشيماوي اللذين نيع اسمهن آل قوتاننا نقطة فسالم مع آل رسايا للثانية تمنى إغالقة رآلفي القديمة أوتر في تيني نقطة تم ياء هذه السالة بتوحيدنا السلطة المطلقة على أساسنا التنظيم المركزي واستخدام المكثف للكتابة ممان سيؤدينا إلى زيادين اللابيقراطية وكآلية للسيطرين على السلطة. نقطة سينايد ونانايت أصبحتنا منفسنا عاصمة المملكة الشمالية معا مع علي وجود أزمة تنافس رأس هناك آت بياء رنس المدينة تيني ومنفس فاصلة نون وهو ما ينعكس فلوحة بيزين حيث سيحل أسمنا سيثن محلنا اسم حرس حاربنا ملوكنا السالة الثانية فاصلة النوبيون الذين حققوا أن تهدئة شمالنا البالد مع فاسمون فنهاية السالة فبداية هذه السالة أصبحت اللهجة السياسية والثقافية أكي ألف رسوخ فالوجه البحري نقطة ودفن الفراعنة فاسقارب السيا فاصلة مع وجود عدد قليل من الفراعنة فسهذا هون وقت عدم استقرار المعي بهم فالوجه البحري فراعنة اللرسة الثانية هيتيب سكموي كان أول فرعون من اللرسة الثانية فمرس النقطة حكم من 2890 إلى 2862 قبل الميل اسمه يعي القوتان نياء الوجه البحرين وصعيد مرس فسالم والذين يبدو أنه يشي إلى نهاية للرصاعن بيعت ياء البادئ بالسالة الثانية لكن عالقتهن بالسالة السابقة غير معروفة على نواجه اليقوياء حيث يعتقد أنهن لم يكن ابن القاعن نقطة ربمان اعتلن حثماوي العشن بزواجه من نأمية منذ عهدهن فاصلة سقطتن اللواح آل تحملن اسم ألرست نألوان واستبدلن بختمرن أسطوان نقطة يوفرن هذان أسماء المسؤن ولياء لكنه أن يوفرن معلوماتنا عن الأحداث السياسية أو الدينية نقطة ويعتقد أن الحسموين أزيلت من العشن من نخلن مؤامرة ندبرها شقيقها نيا كان الفرعون الثان من ألرسة الثانية ياء سنين 2862 إلى 2823 فمرسن النقطة تولن السلطة نب في حكمهن فاصلة نون كانت نائثيان تعدت ياء إلهة أبي سراء خال الانتفاء منفيس فاصلة نون ومنفيس فاء هليوبوليس فاصلة نوكرش فاء منديس نقطة من المعروف إيالنا أنن عبادنا ثورنا أبيس تعودنا إيالنا أوائلنا ألرستنا ألول علنا القلم كانت منفيس عاصمة مملكة نمرسن القديمة وعاصمه نمرسن السفل نقطة تنتن تقع جنوب دلتا نهر والنيل فاصلة نيا الوجه البحري والصعيد فالمنطقة الواقع نر كانت هليوبوليس مدينة مهمة فالوجه البحري رأس كانت المدينة تقع شمالق القاهرة بالقرب من مطار اليوم ألف بعيد أقليل عن الضفة الغربية لنهر النيل فاصلة نون رن الكانت إن متصلا بها بواسطة قناة كانت مدينة مرسية قديمة فدلتا النيل فاصلة تقابلنا تل الرباع الحديث أو تل الرباع رش نقطة نيوكان ثالث فراعنين لرستن الثانية ياء 2823 و 2788 قبل الميل فمرس النقطة تولنا السلطة بيذكرنا حجر بال يوم باحتفال بمختلف الأعياد الدينية وسجل السكان وتعددنا الماشية كل عام ياء استمرت سياسنا التهجية نحو شمال البدن فاصلة نال بدأها أسلفه فاصلة نك وسيلا سيخر النار للوحدة نرا النفذت هاني مناجم الفرعون نألول رشيع أن المرأة يمكن أن تمارس السلطة الملكية نقطة خالل هذا الوقت تم أنايت أو ويدنس وهو رابع فرعون من إلرسة الثانية ياء إلى عوام 2788 إلى 2780 قبل الميل فمرصن بنجد اسمه فقائمة بيدوسن الملكية والقائمة الملكية فسقارت يظهر لقبه ألف أيض علن بعضن القوارب الموجودة فالرواسب الجوفية لمدرج سقارت سينايدي أو سينايدي أوين سينا كان خمس فرعوننا من إلرسة الثانية ياء نقطة 2780 إلى 2769 قف مرصن نقطة الملك عيوسن
وتسم القائمة الملكية نالبيدوس سيان الدين ومدرجة فعقار نسقارت باسم السندي نقطة. بعد وفاة السندي لم تعد المرصنة تحتن حكم فرعون واحد نقطة. نيفركارا أو سينفركان كان الفرعون السادس من نالست الثانية ياء إلى عام 2769 إلى 2764 قبل الهجرة. فمرس ويمكن أن يكون اسمه خورس سنة فينيكا ومعروفة فقط من نخالل مراجعها نتحمل اسم سنفركة والموجودة على رف القوائم والنقونش الملكية المرسية ألا ألوان فمقية سقارت نقطة. كان هذان الفرعون ألف مشهور ألف جد نقطة. فركاس كان نقطة. كان سيدا من الست اثنان من مرس النقطة حكم من 2764 إلى 2756 قبل الميلاد. يظهر اسمه كف القائمة الملكية لسقارت والقانون المل فتورينون رغم كان رئيسا يحكم فقط فمنطقة دلتانيا النيل نقطة. حذيفة كان فرعونا من إلسة الثانية فمرسن النقطة حكم من 2756 إلى 2754 قبلنا الميلاد. بيان فركاسو كانو جسجيمو يظهر اسمه كف القائمة الملكية لسقارت والقانون المل فتورينو الهرو الذي حكم فقط من ربما كان التسلسل فمنطقة دلتانيا النيل إيدجي ميد بايرن ماي كان فرعونا من إلرسات اثنان من مرس النقطة حكم فالسنوات نقطة إلى 2744 قبل الميلاد 2754 نقطة. من المحتمل أن يكون سيف نيب هون نفسنا الملك المعروف باسم حورس باونيس نقطة. لقد كان من الفراعنة فاصلة ولأسباب غي معروفة ورمان دينية غياء اسمهن من حورس عندنا الحكم تولى العش باسم حورس سيجينيب لكنه غيه ألو الحق إلى نسيف باونيس ربما تمرد شما ضد جنوب مرصان اعتقد الميم أنهن غادرن منفيس يمثلن سيفا صعيد مرصن وحورس كان حامرصن في السفل وأعدن دفنهن فاء أبيدوس إلى الجنوب فاصلة وعاد إلى تقليدنا كشهن أسالفهن نقطة. من الممكن أن يكون فهذان الوقت انقسمت سلطة وحكم الملوك من المعارسين وفصلوا أنو صعيدا عن وجه البحر سيكوميد بايرن ماري نقطة. كان فرعون من الارستن اثنان من مرس النقطة حكم من 2754 إلى 2744 قبلنا الميلاد نقطة. من الممكن أن يكون اسم ميبن هو نفسه الملك المعروف باسم حورس بيبس نقطة. كان حاكمان غياء اسمهن أسباب غياء معروفة عندما حكم فاصلة ربما أسباب دينية فاصلة نون أو ربما نتيجة لثورة الشمال ضد جنوب مرس نقطة. ولا العرش تحتن اسم حورس سخيم فاصلة لكنه غيه الحقا إيا لنسيث باوني بس ويعتقد أنه تخلى عن منفيس النسيث كان يمثل صعيد مرس وكان حورس حاميا لمرصن السفل فقد ندفن وفقان للتقليد السابق فاء أبيدوس إيا للجنوب عائدا إلى تقليد كشه أسالفهن نقطة. ربما فهذا الوقت تم تقسيم السلطة وحكم الملوك المعارسون وفصلوا مرس العليا والسفل راجسكسين فاصلة فرعون محتملن من الارسطن اثنان من تنالف القديمة 2734 و 2727 قبلنا الميلاد يا أنعى فمرسن فاصلة حكم تم العثور على اسمه حورس محفورا على جزء من اللوح فاصلة وهو محفوظ في المتحف المصري فالقاهرون رن كنسخة مختلفة تمنى تبنيها بعد المصالحة الوطنية فاصلة نتجايز جموي يعتقد العديد من العلماء أن النخسين عند إعادة توحيدنا البالد غنيت اسمها إلى نوال كانت ناجمن بشكل غني مستقر عن التمرد الجنوب كالفرعون أؤلفيا من الاستثنان جايز جموي كان روال في القديمة من مرصان أوتا الفيل صغيت نقطة حكم خالي للسنوات 2727 إلى 2700 قبل الميلاد وهو مدرج باسم بيدين فالقائمة الملكية ألبيدوس نقطة. تم استشهاد به باسم بين فالقائمة الملكية لسقارت يعطياء ألف موحد للرضياء مرص تحت قيادته فاصلة وقدنا انقسمتنا بعدنا عدنا باء يس النقطة وضعنا ألف فاصلة من مرصن السفلن فاصلة عززنا سلطتهن علنا المنطقة بأكملها
اعتقد حد لتمرداتنا القبائلنا الشمالية فاصلة ومننا خالنا اتصالهن بإعلامية نماثا إعلنت جايز دمياء أنهن عندنا إعادة توحيدنا البلد فاصلة نقامن بتغيير ياء اسمهن رنك عنوان مختلف تم تبنيهن بعدن المصالحة الوطنية فاصلة نتجايز دمويوال كانتنا محفوفة بلا مخاطر بسبب آلة مردن فالجنوب هيركم بوليس العاصمة ونائل نتجايز دموي نقلني حكمت فيها مرصن مني تلك المدينة نقطة أعادن تأكيدنا المشاعرنا القومية وأعادن تأسيسنا عبادين حرص فاصلة نائلنا جنبنا عبادنا سيثره المرانة الولي وألوخية الني من البالد فاصلة نوكنتنه ذهن نقطة في لجزئنا لجنو نيجن تم بناء السياج المهيبل دجايز دموي فزمن مستودع ألوسم يقع زي ببائلشونة عبارة عن هيكل ضخم يعرف باسم دجايز دموي مجمع هيركم بوليس ففاء صحراء على بعد ينره كيلومي من قيه وعبارة عن هيكل ضخم مستطيل للشكل تبلغن رش مي فاصلة وسماكته 5 أمتار وارتفاعه ينرن مساحته 1-2-3-4-60 ألف على ألف رن مي فاصلة وجدرانه من الطوب إلى الياء فاصلة ومزخرف على شكل واجهة قصن نقطة أجزاء كباية من الجدار عمرهان حوى 5000 سنة آل تزال قائما مكان دفنهن هو القنياء رقم 5 فمقية أمن القعبن هو الول من نوعهان فأبيدوس نقطة المقية أكي بكث ياء من سابقاتها وحبرة الدفن مبنية من الحجر فاصلة النواء لمشاهدة إن المزيد من مقاطعنا الفيديو للتاريخ النواء لصاط ياء والفن والتأمالة العميقة تفضلنا بزيارة رليقانان التاريخ نقطة ألف ألو الفيديو آلة المملكة القديمة فاصلة النالرسة الثالثة